خلال هذا الفيديو رح ندمج ما بين الفانكشن واللوبينج والإف ستيتمنتس واللستة. نقول مثلا إنه عندي في لستة مجموعة من الأرقام، بدنا نعرف أكم رقم داخل هاي اللستة هو أقل من 20. خلينا أول شيء نعرف اللستة. نقول إنه في عندي لستة، سوري، تمام، واللستة هاي فيها قيم، أو مثلا فيها 1، 3، فيها 7، فيها 15، فيها 23، فيها 42، فيها 56، فيها 98، فيها 17، تمام. وبعد ما أنا عرفت هاي اللستة، بدي أعرف function يدور لي أو يحسب لي أكم عدد القيم اللي داخل هاي اللستة أقل من 20. أول شي بتعرف الفانكشن بدف وأدي count اسمه، اسم هذا الفانكشن، وأدي قيمة المتغير اللي جواته. بقول له أول شي التوتال بالأساس بيساوي 0، تمام، for x n number، يعني نقول مثلا، او خلينا على قد ما احنا عرفناه already، بدقول له لكل x داخل num اللي انت اخذتها هاي، تمام، بدي اياك تشوف لي if x هاي اقل من 20. لو اقل من 20 خد التوتال الاساسي اللي انت اخذته بلس يساوي 1، سويت لي عليه 1، وبعد كده مع الفور لوبينج اعمل ريتيرن تمام. بهذه الطريقة انا عرفت الفانكشن المناسب لحسابة عدد الارقام او مجموع الارقام الموجودين داخل هاي الليستة وهم أقل من 20. بروح بجيب اسم الفانكشن count، تمام، وبعطيه المتغير اللي هي الليستة اللي أنا عرفتها، Ctrl C Ctrl V، وأشغلها. قال لي النتيجة 5. نيجي عندهم اللي أقل من 20، أكم واحد؟ 1، 2، 3، 4، لأ، 5. 5 أرقام هم أقل من 20 كانوا خلال هاي الليستة. بهاي الطريقة أنا مكنت أو دمجت الفانكشن مع الفور لوبينج مع الإف ستيتمنتس لحتى أحسب عدد القيم أو الأرقام اللي هي أقل من 20. إذا ملاحظين المسافة الفاضية أو السبيس كيف بتختلف من فترة لفترة أو من كود لكود. هلأ هذا التصميم أو هذا السينتاكس، هذا السبيس هو جزء كتير مهم من شغلنا مع بايثون، لأن بايثون كتير حساسة لموضوع السبيس. أي مشكلة في أي سبيس ممكن تؤدي عنا لمشاكل في تنفيذ الكود، فلازم نكون واعيين لهاي النقطة كتير منيح.